السلام عليكم أعزائي، اليوم سوف نبدأ بقسيمة جديدة. في هذه القسيمة يجب أن أحوق بالأزرق ما يجب أن أفعله لحماية عيني، أي التصرفات الحسنة، وأن أشطب بالأحمر ما يضر عيني، أي التصرفات السيئة. نتأمل جيداً الصورة الأولى. طبي يشاهد التلفاز عن بعد، هل هذا التصرف يحمي عيني أم يضرها؟ في الصورة الثانية، صبي يغسل وجهه جيداً بالماء، هل هذا تصرف يحمي العيني أم يضرها؟ في الصورة الثالثة، فتاة تعرض عينيها لأشعة الشمس دون أن تضع النظارات الشمسية، ما رأيكم بهذا التصرف؟ هل هو مضر للعينين أم لا؟ نكمل مع الصورة الرابعة، فتاة تضع نظارات شمسية لتحمي عينيها من أشعة الشمس، هل هذا التصرف يحمي العينين أم يضرها؟ في الصورة الخامسة، فتاة تشاهد التلفاز عن قرب، ما رأيكم بهذا التصرف؟ هل يحمي العينين أم يضرها؟ وفي الصورة السادسة والأخيرة، صبي يزور طبيب العيون لفحص عينيه، هل هذا التصرف يحمي العينين أم يضرها؟ وهكذا نكون قد أنهينا هذه القسيمة، أراكم في القسيمة الأخيرة إن شاء الله، إلى اللقاء.